بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم دلوقتي عن حاجة اسمها الريكتس الجوريزم. هو الجوريزم احنا عملناه مش عشان التشخيص بتاع الريكتس. تشخيص الريكتس بيبقى عبارة عن كلينيكال وراديولوجيكال، وده سهل جدا، هتلاقيه موجود في اي كتاب دي سيمبل واي كده، موجود في كونسايز اورثوبيديك نوتس ممكن نراجعه منه. لكن المهم ان احنا نعرف التايب بتاع الريكتس اللي احنا هنتكلم عنه، عشان التريتمنت بيختلف على حسب التايب. في جدول مشهور جدا وبيجي في الام اس كيو، بيجي في الدايجنوزس، وبيجي في الشفوي بنتساءل فيه، اللي هو انواع الريكتس. وكل نوع الدايجنوزس بتاعها بيعتمد على اللاب انفستيجيشن. اللاب انفستيجيشن من كتر احنا متلخبط في التايبس، دكتور هشام عبد الغني عمل لنا سكيما كده عباره عن اي بي سي دي. اول حاجه ببص على الالكالين فوسفاتيز، كل التايبس بتاعت الريكتس بيزيد فيها الالكالين فوسفاتيز ما عدا تايب واحد اسمه هايبو فوسفاتيزيا. فمن الاول كده لو انت لقيت الالكالين فوسفاتيز واطي ما تكملش انفستيجيشن هايبو فوسفاتيزيا الا ان يثبت العكس. بي المقصود بيها الفوسفورس. الفوسفورس لما بيعلى احنا بنشك في الرينال ديزيز، ولما بيوطى هي في حاله واحده اللي هي هايبوفوسفاتيميا، ودي عباره عن ان الرينال دي حاجه جينيتك، يبقى فيها فوسفيت لوزنينج، بيفقد الفوسفيت عن طريق ابنورمال رينال ميتابوليك اكسكريشن، فالفوسفيت بيلوست كله ويبقى العيان ده في حاله اوف هايبوفوسفاتيميا. السي اللي هي الكالسيوم، عاده لو لقينا الكالسيوم واطي فاحنا هايبو بارثايرويدزم، ولو لقيناه عالي هايبر بارثايرويدزم. فمن الاول كده لما بنبص على كالسيوم ليفل بنروح داخلين على الثايرويد على طول. فيتامين دي لو انت عملت التحليل بتاعه مع انه هو غالي وصل دلوقتي ل 1000 جنيه، فيتامين دي لو انت لقيته واطي فانت بتشك في نيوتريشنال ريكتس. لو لقيته واطي قوي 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 عن النورمال ليفل بتاعه، المفروض النورمال ليفل بتاعه اكتر من 30، لو انت لقيته مثلا 1 او 2 واطي جدا، فده معنى كده ان انت في حاله هايبو فيتامينوزز دي، وهي نوعين اتنين، يا اما تايب 1 او تايب 2. دولت ديبندنت، كلمه ديبندنت ديت يعني هي تايب 1 اللي هي فيها انزيماتيك ديفكت، يعني فيه ان كونجينيتال انزيماتيك ديفكت، فبيحصلش اكتيفيشن لفيتامين دي، فده بتلاقي الفيتامين دي ايه واطي. تايب 2 اللي هي بيبقى فيها الريسبتور هو اللي فيه ديفكت، يعني فيتامين دي بيتصنع كويس، بس لما انت بتدي لي لما انت بيتصنع للعيان ما بيستقبلوش الريسبتور. فانت معنى كده ان انت تايب 2 ديبندنت، بتلاقي فيتامين دي ساعتها في الحاله دي عالي. التريتمنت في الحالتين دولت مختلف. التريتمنت في تايب 1 ان انت تدي اكتف فيتامين دي، التريتمنت في تايب 2 هتدي له ان اكتف فيتامين دي ويز هاي دوز، لان هو كده كده بيتاكتف عنده، فانت مش محتاج انت تدوله اكتف، انت بتدي له ان اكتف فيتامين دي هو بيأكتفه بس ان هاي دوز عشان يوفركم الايه الريسبتور. بالنسبه للتايب بتاعت النيوتريشنال ريكتس طبعا بتدي له ان اكتف فيتامين دي. فانت لو انت عرفت السكيما دي اولا هتوصل للدايجنوز بسرعه، ثانيا بالنسبه للتريتمنت العيان مش هتبقى محتاج انت تدي له اكتف فيتامين دي، غالي على العيان، وان انت بتعمل ليزينس في الانزيمز، بتخلي الانزيمز ما تستخدمش مره في مره في مره، بيحصل ليزينس في الانزيمز، وان العيان بعد كده لما يتعرض للشمس عشان يمشي في المسار الطبيعي بتاعته بيبقى فيه ديلي في الايفكت بتاعه.